السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد مع روتين جديد باذن الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا النهار كيف غادي يدوز. اليوم الاثنين، يلا دخلوا الدراري من العطله. المهم انايا راه عجنت هنا الخبز، خليته يخمر. وبالنسبه لهذا البيض جبدته حيت باغا ندير واحد الجينواز، حيت عيد ميلاد ادم، عفوا عيد ميلاد صهيب غدا، جوج في شهر جوج. ايوا قلت نصايب ليه شي حليوه صغيره وصافي. هنا عندي هاد الكاب كيك هذا اللي كيكون موجود، بغيت نصايبو ليهم الكوتي. عندي هاد الباكيه من شحال هادي، قلت نصايبها ونحيدها. ايوا صافي. هنايا عندي الخبيزه، كنا في الدار لهيها نهار السبت وتقديتها، خديت الخبيزه والربيع. وهنا جابده الدجاج باش غادي ندير لكم واحد الوصفه ان شاء الله، غادي نحطها لكم بوحدها. ايوا صافي. هنا الدار راها مطرفه كلها، غادي نخليكم دابا حتى نطلعوا شويه ان شاء الله. انا البنات يلا صورت هنا، صورت لكم هذه الوصفه ديال الرز ومع الدجاج اللي كتجي بنينه بزاف. ان شاء الله نحطها لكم فيديو بوحدها، اطلعوني حطيتها لكم غالبا. هنا ها هو الدجاج اللي خليته مرقد. وهنا غادي ندوز دابا ندير العجينه ديالي اللي خمرات. صافي، من بعد ما عجنت الخبز خليته تيخمر، هنا دزت نوشد الغداء. هاد الوصفه هادي راه فايت ليا، حطيتها لكم. غادي تلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف ان شاء الله. غادي نحط الغداء، غادي نمشيو نتغداو ونطلعوا ان شاء الله باش نكملوا هاد اليوم هذا ان شاء الله. من بعد ما تغديت مشيت جلست ارتحيت شويه. ايوا هنا جيت دابا باش نقطع الربيع ونقطع الخبيزه، غادي نقطعهم طريفات صغيورين كيف غادي تشوفوا معايا. المهم نحيدهم عليا. الخبيزه هي اللي غنديرها للعشاء، حيت درت العشاء طعال شي الغدا طعال شي شويه، قلت ندير العشاء يكون خفيف بحال الخبيزه ساهله. صافي، من بعد ما قطعت هنا الخبيزه غادي نخليها على جنب، غادي ناخذ نوريكم كيفاش نحتفظ بالربيع. الا بغيتو تحتفظوا، انا كناخذ كميه هكا، انا راسلت هذا الشيء البارح وخليته ينشف. غادي ناخذ كميه وشي لاخر غادي نطحنو. غادي نخليها شويه هنا، حتى نبغي نديرو هكا طري في الكسكسو، ولا كنبغي نديرو يعني كنزين بيه، ممكن نبغي بزاف الحوايج. انتوما كناخذ هنا ورق ديال المطبخ، شوفوا السرد، غادي ناخذ فيه هذا ندير هنا، كنغطيه مزيان، ولكن خصو ضروري يكون ناشف باش ما يخمش لكم. اولا من الافضل، انا غير نسيتو غسلته، هو من الافضل انكم ما تغسلوش حتى وتبغيو تستعملوه وغسلوه. المهم انا نغطيه مزيان وكنديرو بحال هكا بلاستيك الغذائي وكنحطو في باب الثلاجه. المهم هاد الشويه كيبقى عندي دائما، فيما كنجيب الربيع كندير هاد الطريقه، كنحتفظ بشويه بحال هكا وصافي. وهاد الربع اللي بقى ليا غادي نقطعو ونطحنو، نديرو في بلاستيكه ونديرو في المجمد. صافي، من بعد ما طحنت الربيع ها هو كندير ليه بحال هكا دو زوينين. هادو راه كيتباعو في مرجان، في كارفور، في بيم، المهم فين ما مشيتو راه كاين. كتخويوهم من البرد كديرو ليهم هكا، مازال خصني نخويها، كتضغطو عليها هكا وهي محلوله واحد الشويه هكا، ما كيجمدش ليكم الربيع، كيبقى ليكم يعني واخا كيجمد شي شويه ولكن دغيا كيتهرس ليكم. انا كندير ليه بحال هكا وكنرتبو في الثلاجه. كتكسب هنا الربيع اولا الكرافس، انا الكرافس كنكسب كرافس والربيع كنخليه بحال هكا. هنا نقصت شويه باش نديرو مع الخبيزه. صافي، من بعد ما كملت قطعت الربيع وخبيزه مشيت ارتحيت شويه. المعانات ديال الغدا هما راه غسلتهم حطيتهم هنا، الغدا اللي شاط ها هو راه حطيته هنا. غادي نخليه للعشاء ان شاء الله، شاط هذا الرز. ايوا دابا غادي ندوز ان شاء الله نوجد معكم الخبيزه. هنا راه درت شويه ديال زيت الزيتون، غير شويه مازال غادي نزيد، غادي نطيبها بالكوكوط، ما كنفورها ما كنسلقها.
غادي ندير الخبيزه، راه واخا تبان لكم كثيره راه كذوب، وغادي نحتفظ بها في، غادي نتعشاو منها وفاش يشد نحتفظ بها في الثلاجه، كتبقى مده طويله كتبقى مزيان. غادي نزيد الربيع اللي خليته، كنكثروا شويه الربيع. هنا عندي عندي ثلاثه ديال، عفوا عندي خمسه ديال فصوص الثومه كبار اولا سته صغار اللي بغيتو، غادي نقسمهم بحال هكا، كنقطعهم على اربعه حيت راه غادي يذوبوا. صويبره عزيزه لي الحامضي من الصوكمس. غادي نعصر هاد الحامضه بحال هكا، حامضه بنه زوينه. غادي ناخذ واحد حامضه صغيره، ناخذ لها غير القلب ديالها. بالنسبه للتوابل غادي ندير قزبر يابس مطحون، كيجي حتى هو زوين، واحد معلقه صغيره كمون، تقريبا معلقه كبيره ديال الكمون، ندير معلقه صغيره ديال خرقوم بلدي، تحميره حتى هي معلقه صغيره، شطينا اللون السوداني اختياريه، غادي ندير غير شويه حتى يحرر شي شويه. بالنسبه للزيتون عندي زيتون احمر نخليه حتى الاخر، والملحه غادي نزيد شويه ديال زيت الزيتون حتى الاخر ونزيد مازال. غادي نزيد الماء الكاس الاول والكاس الثالث صافي، وغادي نسد عليها، نخلط شويه، غادي نسد عليها ونخليها تقريبا نص ساعه. في الاول غادي نشعل عليها مجهد غير نحس بالكوكوط بدات تصفر، غادي ندير العافيه مهيله ونخليها واحد نص ساعه. ندوز دابا نوجد الكوتي، هنا غادي نتبع التعليمات اللي عطيني هنا ديال هاد الكاب كيك هذا اولا المافن، عندي هادو كيعطيوهم لينا هنا لداخل، واحد حبيبات الشوكولاته راه غادي تشوفوها محلوله حيت شحال هادي هزيتو ومستعملتهم شي حاجه اخرى ما قلتش. مون قال لك سخني الفران على 180، راه درتو كيسخن على 180، وغادي نوزع ويختار ديالي 100 مليلتر ديال الحليب، غادي نزيد عليه 125 مليلتر ديال الزيت، تقريبا كاس لاروب ديال العنبه، ونزيد 100 مليلتر حليب صافي، وبيضه واحده. غادي نطرب كلشي ونخويه في الكويرطات وندخلهم الفران. صافي البنات راه دغيا كيطيب هذاك الكاب كيك، ها هو خرجتو خليته باش يبرد، انتوما كيجيو هشاش وزوينين، هانتوما نخليكم كدا هما، يعني 12 وحده كتخرج هذيك الباكيه. صافي الخبيزه ديالي هنا راه طابت، زدت ليها واحد كاس الماء حيت حليت لقيتها مازال ما طابت،
زدت كاس ديال الماء وخليتها مره اخرى سديتها. دابا ها هي راه باقي فيها شي شويه الماء، حيت هي خصها تكون ناشفه. هانتوما شفتوا، دابا غادي نزيد واحد الفلفله حاره، غادي نزيد الزيتون الاحمر وهذوك القشور ديال الحامض، غادي نخليها مع محرك حتى كتنشف تماما من الماء، حتى طيب عاد غادي نزيد شويه زيت العود. غادي نزيد دابا زيت الزيتون، وصافي الخبيزه ديالي تتكون واجده. هانتوما كتجي زوينه وبنينه وسهله، دغيا كتوجد في كوكوط، ما يحتاجش انك لا تطيبيها في البرمله والو. هنا الحاره هي زلت هنا باش ما تطلعش هنايا، باش حتى الدراري ياكلوا. ايوا صافي بانس عشان الطاب. غندوز نوجد الكوتي، الكوتي راه اصلا وجدت هاد الكاب كيك هادو، يعني غادي نوجد غير اتاي ونحط ليهم المهم داكشي اللي موجود. صافي ها هو الكوتي راني وجدتو، ها هو حطيت هاد الخبز اللي حضرت في الصباح، خبز ديال الدار، وهنا هداك الكاب كيك. بريد اتاي وصافي، حطيت شويه الكونفيتير فرماج وزيت الزيتون. وباش نسد معكم هذا الفيديو دابا نيت، غادي نحط في الطبيصل باش تشوفوا الخبيزه كيف جات. وصافي هنا بلاتها صهيب حيد، هنا ها هي الجينواز ديالنا راه وجدتها، هذه اللي غادي ندير ان شاء الله، غادي تلقاو في فيديو بوحدو ديال عيد ميلاد صهيب ان شاء الله. هنا حضرت جوج وبقى وحده هنا كطيب، راه قربت نحيدها. وصافي غادي دابا نوريكم غير الخبيزه كيف جات ونسد معكم هذا الفيديو ان شاء الله. صافي دابا الشكل النهائي ديال الخبيزه ديالنا كيف كتشوفوا، راه كتجي بنينه بزاف وسهله، ما كيحتاج انكم لا تفوروها ولا تسلقوها لا والو، طبيعه الحال كتجي دائما مع الخبز ديال الدار. غادي نسد معكم هذا الفيديو ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع روتينات جداد وكذلك مع وصفات جداد باذن الله.